السلام عليكم. أول شيء أنا فعلاً آسف عن السحبة أو القطع اللي صارت آخر فترة. أول شيء بسبب الدراسة، ثاني شيء بسبب الأحداث اللي صارت واللي فعلاً كنت مجهز فيديوهات بس ما استريت أنزلها لأنه حسيت إنه رح يكون جداً تافه. عملت كثير شروحات قبل هيك عن أليكسا، ففيديو اليوم خلونا نشوف شو رأي الذكاء الاصطناعي بالقضية الفلسطينية. خلينا نبدأ بأول سؤال. أليكسا، what's happening in Palestine؟ On December 1st, 2023, according to the Associated Press, Israeli strikes on houses and buildings across the Gaza Strip have killed dozens of people, according to health officials there, as fighting resumed on Friday just minutes after a temporary ceasefire deal ended. Israel accused Hamas of having violated the truce between the warring sides, while Hamas blamed Israel, saying it declined offers to free more hostages. Mediator Qatar said efforts are ongoing to renew the truce. للأمانة في سؤال بخاطري واللي هو عن كتائب القسام، فخلينا نسألها. أليكسا، who are Hamas? According to Wikipedia, Hamas, officially the Islamic Resistance Movement, is a Sunni Islamist political and military organization governing the Gaza Strip of the Palestinian territories. بالنسبة لجواب كتائب القسام أو حماس، فكان ردها من ويكيبيديا. يعني الرد اجى من جوجل مو من الذكاء الاصطناعي او مو من عندها، يعني مو هي اللي عملت الجواب، اما اخذته من موقع، فما فينا نعتبر جوابها يعني في الحاله. أليكسا، do you like Hamas? I like everyone who talks to me. أليكسا، do you like Hamas? I like everyone who talks to me. أليكسا، should Palestinians be free? Sorry, I don't know that. Alexa, should Palestinians be free? ما في أي جواب. لسه عندي كم سؤال ثاني، بس يلي عم نشوفه لحد الآن يدل على شيئين. يا إما إنه تم برمجتها من قبل أمازون أو الشركة يعني بتديرها إنه ما تجاوب على كل هاي الأسئلة، فقط على أسئلة معينة، يا إما هي فعلاً يعني ما حدا برمجها على هيك، ولكن هي مو قادرة توصل للأسئلة. كان عم بجيب كل اجوبتها من جوجل، يعني ما بتحلل وتعطي اجوبه من عندها، كله من جوجل، عكس شات جي بي تي يلي بيعطيك جواب من عنده من تاليفه. خلونا نسالها عن عدد الشهداء، الله يرحمهم ويرزقنا الشهاده يا رب. أليكسا، how many Palestinians died? As of December 1st, 2023, the Associated Press reported more than 13,300 Palestinians have been killed, roughly 2/3 of them women and minors. According to the health ministry in Hamas-ruled Gaza, some 1,200 Israelis were killed, mostly during Hamas' October 7th attack on Israel that triggered the war. Alexa, what triggered the war between Hamas and Israel? Sorry, I don't have an answer for that. Hamas attack on Israel. I don't have an answer for that. قبل تقريبا اسبوع سألت أليكسا عن اللي صار في اكتوبر 7 واعطتني جواب انه صار في اشتباكات وانه حماس هجموا على اولاد الكلب، ولكن هلا لما عم اسالها نفس السؤال ما عم تعطيني ولا اجابه، فهذا الشيء بخليني اشك انه فعلا تم برمجتها انه ما تجاوب على اسئله معينه، وهذا دليل انه هم حتى واصلين لأليكسا. خلينا نسالها هلا اخر سؤال بنقولها. أليكسا، what does free Palestine mean? According to an Alexa Answers contributor, it is used as a diplomatic way of saying that Israel should not exist. Alexa, should Israel exist? ما في جواب. وهيك بنكون وصلنا لشغلتين، انه اغلب اجوبة أليكسا او مو اغلبها كلها عم تكون من مقالات وقنوات اخبار، فما في ولا جواب من هي شخصيا هي عم تألفه. الشيء الثاني انه في اسئلة ما عم ترضى تجاوب عليها مع اني موجود لها اجوبة على جوجل وعلى الاخبار، فهذا يعني انه اللي برمجها وصممها مانع عنها الاجابة عن هاي الاسئلة او ما عندها اكسس تجاوب عليهم لانه ممنوع من المبرمج نفسه، او بكل اختصار يعني اللي برمجها ما اعطاها صلاحية جواب على اسئلة لها علاقة بالقضية، اسئلة عميقة شوي، فهذا مثل ما قلت بدل انه هن فعلا واصلين حتى لأليكسا. وفي هذا الفيديو هيك بنكون خلصنا. أتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا. أنا كرر اعتذاري على السحبة اللي صارت، ولكن إن شاء الله هلا راجعين وبقوة وراجعين صح مثل قبل. فأشوفكم في الفيديو القادم. شكرا لكم والسلام عليكم، ولا تنسوا الدعاء لأهلنا في فلسطين.